أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها الخطة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة لسد احتياجات ملايين اليمنيين في مناطق النزاع. أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف نداء لتوفير 1,800,000,000 دولار لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة لأرواح أكثر من 13,500,000 شخص من المتضررين من النزاع في اليمن. وتعد هذه الخطة استجابة منسقة لأكثر من 100 منظمة من منظمات الإغاثة الإنسانية في المناطق التي تعاني من الكوارث الإنسانية المستمرة. منسق الشؤون الإنسانية لليمن جيمي ماك جولدريك قال إنه يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن تتحول أوضاع في اليمن إلى أزمة منسية، لافتا إلى أن الأزمات والمشاكل المتفرقة في المنطقة والعالم غالبا ما تطغى على حجم محنة اليمن. ويعاني اليمنيون من تفاقم الوضع الإنساني بشكل مهول جراء استمرار القتال وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع. الأمم المتحدة وفي كل مرة تطلق نداء للمجتمع الدولي بوقف أعمال العنف في اليمن من أجل إنقاذ المتضررين، لكن المجتمع الدولي يعجز عن فتح نافذة للحل أو حتى فتح ممر إنساني، ويبقى اليمنيون رهن قرار الحرب وجدية المجتمع الدولي في وضع حد لمأساتهم. الخطة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل اليمن وإمكانية تنفيذها على الأرض هي موضوع حلقتنا لهذا المساء، لكن قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. تحت وطأة أشهر من حرب وحصار يعاني اليمنيون بصمت في المشافي المكتظة بالجرحى والمرضى وفي المنازل المفتقرة لأدنى الاحتياجات. لا شيء يتغير إلا إلى الأسوأ، ومع اقتراب الأزمة من عامها الأول ما تزال اليمن خارج المعادلة الإنسانية بالرغم من المساعدات الضئيلة المقدمة. في تعز مثلا تكافح المنظمات الإنسانية من أجل إدخال بعض المساعدات فيما لا تكفي لسد العوز الكبير. عملية إدخال المساعدات صعبة بالنسبة إلينا، لكننا فخورون بأن فريقنا استطاع أخيرا الدخول إلى مناطق الاشتباك في تعز وإيصال المواد الغذائية لما يقارب 3,000 أسرة، مع إيماني أن هذا ليس كافيا، لكننا سنخطو خطوات أخرى من أجل إيصال المساعدات إلى كافة المتضررين في تعز وبقية المناطق في اليمن. وفي عموم البلاد يحتاج أكثر من 21 مليون يمني للمساعدات العاجلة بحسب الأمم المتحدة، أي أن كل 4 أشخاص من أصل 5 يحتاجون للإغاثة، رقم مخيف لم تشهده اليمن في تاريخها الحديث. والخوف الأكبر هو استمرار عجز المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى المتضررين. في الحقيقة العدد الإجمالي لمن هم بحاجة للمساعدة يتجاوز هذا الرقم بالنظر إلى اتساع نطاق الحرب وتضاعف أرقام البطالة. الأمم المتحدة أطلقت خطة إنسانية عاجلة كاستجابة منسقة لأكثر من 100 منظمة إنسانية، وناشدت المجتمع الدولي بتوفير أكثر من 1,000,000,000 دولار لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة لأرواح أكثر من 13 مليون يمني. جاء في نداء الأمم المتحدة على العالم ألا يسمح بأن تتحول الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى أزمة منسية، في إشارة إلى طغيان الأزمات والمشاكل المتفرقة في المنطقة والعالم على حجم محنة اليمن. وقال منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكل غريدريك إن اليمنيين يواجهون أخطارا تهدد حياتهم وكرامتهم، وعلى الأطراف المتحاربة أن ترقى إلى مستوى المسؤوليات وفقا لما يمليه القانون الإنساني الدولي. حديث المنسق الأممي ليس الأول ولن يكون الأخير في زمن يقف المجتمع الدولي عاجزا عن وضع حد لحلفاء الحرب، فالقرار الأممي الكفيل بإنهاء المأساة ما زال عالقا ومنسيا، وستحكي الذاكرة الإنسانية أن المأساة اليمنية كانت مريرة وطويلة. إذن مشاهدينا، للوقوف على الوضع الإنساني في اليمن والخطط الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة لإغاثة المتضررين، ينضم إلينا من القاهرة وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي والمتحدث الإعلامي باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذ ريم ندى، على أن ينضم إلينا لاحقا من صنعاء الأستاذ محمد الأسعدي الناطق باسم منظمة اليونيسف في اليمن. أبدأ مع معالي الوزير عز الدين الأصبحي. مساء الخير بداية معالي الوزير. أهلا، مساء الخير، مرحبا فيك وشكرا على التقرير وعلى هذا البرنامج. معالي الوزير، نداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة ليس الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير، ما جدوى هذه النداءات فيما الحرب تجري وفي ذروتها ولا يوجد كما يقول الكثيرين أي أمل بحل سياسي حتى الآن؟
يعني يظل هناك مسار إنساني لابد أن يستمر في كل الأزمات المختلفة على مستوى العالم، ويظل هناك أيضا مسارا سياسيا لحل أي أزمة قائمة، وبالتالي على المنظمات الإنسانية والإغاثية أن تستمر بعملها ويبدأ في مسألة النكبات والحروب، وبالعكس من ذلك كان يفترض أن تكون هناك أكثر من نداء وأكثر من عمل وبرامج على الأرض، وهذا هو المتعارف عليه. مسائل القضايا السياسية والحروب والحل العسكري لا يعني أبدا في أي حال من الأحوال أن يكون معيقا للعمل الإنساني، وفي كل الأزمات والكوارث الإنسانية التي شهدها العالم في المناطق المختلفة نجد بأن العمل الإنساني كان دوما سباقا ومخداما ويؤدي دوره، لأن بهذه الحالات يكون الاحتياج أشد وأقوى، ويجب على المسار الإنساني يعزز بقوة في هذا الأمر. أظن هذا النداء يعني أهميته وربما متأخرا بعض الشيء، ولكن من خلال ما تابعنا من تصريحات المسؤولين الدوليين بتفاقم الأزمة الإنسانية، اليمن بحاجة إلى أكثر من ذلك ومحتاج إلى إرادة سياسية دولية أكبر لفتح الممرات الآمنة وتحقيق الأمن الإنساني الذي يعزز مسألة بعد ذلك العملية السياسية برمتها، وبالتالي هذا المسار لا يجب أبدا أن يتأثر بالتعثرات التي تقوم في المسار السياسي أو بالصعاب التي يوجدها الجانب العسكري والاقتتال. ففي كل مناطق الحروب في العالم نجد بأن المسار الإنساني لا يخضع أبدا للمفاوضات السياسية أو للمزايدات أو للمكايدات أو لأي نوع من المقايضة، هذا أمر لا يجب أبدا أن يكون في محل أي نوع من أنواع الحوار، بالعكس من ذلك يجب أن يعزز وأن يقف معه العالم بكامله، لأنه يقدم العون لكل الناس وفي أصعب الظروف وفي لحظات الشدة التي يحتاجها الناس. طيب سيادة معالي الوزير، ما مستوى الاستجابة الحكومية للاحتياجات العاجلة في الداخل إذا كانت المنظمات الإنسانية تكافح من أجل الوصول أو الوصول للمتضررين في مناطق النزاع؟ يعني نحن للأسف الشديد يعني هذا من نكد الدنيا كما يقال، بأن اليمن منيت بمجموعة منفلتة عن العقل وعن القانون، يعني المجموعة الإنقلابية للميليشيات لا تعي حتى أسس وقواعد الحرب ولا تعي قواعد وأسس العمليات الإخلاقية الموجودين فيه، لذلك تجد مثلا تصريحات وتلميحات المنظمات الدولية في تقديم العون الإنساني تبدو خجولة وتحاول أن لا تعمل نوع من الصدام في فضح هذه العملية لا إنسانية ولا أخلاقية التي تقوم بها الميليشيات من حصار وقمع ومنع وصول المواد الغذائية، وبالتالي نقرأها نحن القراءة التي يجب أن نقرأها بإيجابية بأن هؤلاء يعملون في ظروف صعبة وخطرة على حياتهم أمام مجموعة منفلتة لا تعي تماما أهمية البعد الدولي والإنساني والقانوني، ونرى مسؤول دولي يقول إنه الحمد لله بعد شهور طويلة لا استطعنا أن نصل إلى 1% من الاحتياجات أو 1/3000 أسرة من مليون في تعز مثلا، رقم مخجل ومؤلم، ولكنه يعتبر انتصار حقيقي بأنه ظل شهور طويلة يناضلون من أجل الوصول إلى هذه الكمية البسيطة من الناس، وهذا يجب أن نقرأ هذه المعلومة القراءة الصحيحة، يعني بما معناه أن الحصار مطبق، أنه ليس هناك تعاون على الإطلاق من قبل الميليشيات المسلحة التي تقتل الناس، أن الدخول الذي دخل إلى مثل مدينة مثل تعز قليل ولا يذكر، والرقم مخجل تماما كما ذكرت، يعني لا 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 يفي ابدا بالاحتياج الحقيقي، ولكن هذا هو واقع الحرب المؤلم في اليمن، انك تتعامل مع طرف انقلب على السلطه وعلى النظام وليس لديه حتى البعد الاخلاقي في التعامل ولا المشروع السياسي المتكامل الذي تستطيع ان تضغط عليه تماما مثل اي عصابه منفلته، يعني كيف تضغط على مجموعه يعني ليس لها اي كيان وليس لها اي حضور ولا يهمها العلاقات الدوليه ولا تعي. طيب ذلك سياده معالي الوزير يعني يضاعف الدور الحكومي في وجود هذه الجماعه المنفلته التي تصفها انت بالمنفلته، يضاعف من الدور الحكومي، اين هو هذا الدور في تسهيل فتح ممرات انسانيه امام هذه المنظمات لايصال المساعدات؟ يعني فيما يخص الجانب الحكومي في الجانب الإنساني والإغاثي هو عملية متكاملة مع الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في اليمن، هذا من ناحية التكامل في تقديم العون الإنساني، لكن تقديم الممر يعني تحقيق الممرات الآمنة والإمكانيات للوصول للناس هي عملية سياسية عسكرية مزدوجة، وهذا فعلا مهمة الحكومة الشرعية ومهمة دول التحالف والعالم المؤمن بالقرار الدولي وتحقيق الشرعية الدولية. العالم الآن يكافح مع
معنا والأشقاء في التحالف العربي من أجل تحقيق القرار الدولي وتحقيق الاستقرار وإلغاء الانقلاب. وأعتقد بأن العملية السياسية العسكرية في اليمن مترابطة إلى حد كبير، يعني تعز في مشروعها في قضية مثل قضية مثل قضية تعز ليست قضية مدينة تحتاج إلى عون إغاثي ومجموعة من الغذاء والدواء، هي قضية سياسية متكاملة، هي قضية صارت في مقدمة الحل السياسي لليمن والحل العسكري. أعتقد بأن على القوى الشرعية وعلى التحالف أن يدرك أن سرعة الحلول التي تستطيع أن تفتح ممرات آمنة بسرعة وتؤمنها هي الحل الوحيد والأمثل. أما مسألة أن هناك مفاوضات طويلة الأمد من أجل فتح ممر إنساني لغاثة الناس صار متعبا. مع ذلك أنا مؤمن بأن المسارين يجب أن يسيرا بنفس الاتجاه. نحن في معركة طويلة ومعركة مكلفة ومعركة تحتاج إلى كل نفس طويل. الممر الإنساني والمفاوضات الإنسانية وما تقوم به المنظمات الدولية عمل يقدر ويجب أن يعزز، وهذا هو دورهم وهذا دورنا أن نقدم لهم التحية ونعضد من دورهم وتواجدهم في مراحل خطيرة وصعبة، وندرك بأنهم يعملون في ظروف غاية الصعوبة تهدد حياتهم، وبالتالي عندما يفتحون النافذة أمل صغيرة أيضا نشد على أيديهم. بالمقابل يجب أن نعضد من دور المقاومة ومن صمود الناس لفتح الممرات ولتحقيق انتصار حقيقي ليس من أجل قهر الآخر ولكن من أجل إنقاذ اليمن وإنقاذ الضحايا وإنقاذ الوطن. بالتالي انتصارات الشرعية لا يجب أن ننظر لها بأنها قهر للآخرين. نحن نعرف تماما بأن الإغاثة يجب أن تصل إلى كل اليمن من المهرة إلى صعدة وإلى كل المدن المختلفة. نعم، ننظر بعين وطنية، وهذا ما يجب أن نعمله بإذن الله بتعاون الجميع. طيب، تفضل بالبقاء معنا معالي الوزير للحظات. تنضم إلينا الآن المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذة ريم ندى. مساء الخير أستاذة ريم. أهلا. استغلالا لوجود معالي وزير حقوق الإنسان معنا، أريد أن أنقل إذا كانت لديكم أي ملاحظات أو طلبات للحكومة الشرعية أنتم في برنامج الغذاء العالمي أستاذ ريم أن تتفضلي بها الآن. عفوا، يعني أنا طلب مني أن أتحدث عن الوضع الإنساني. هو في سياق الوضع الإنساني. نعم، فريق على الأرض يعمل على تحقيق تحقيق الإغاثة الإنسانية في اليمن، يعني من خلال ما تفضل سيادة الوزير وقال أن هناك أن هي عملية صعبة جدا. نحن نواجه صعوبات جمة في نقل المساعدات، في الوصول إلى أماكن التي يصعب الوصول إليها، فهي يعني هذه هي الصعوبات التي يواجهها فرق الإغاثة الإنسانية في اليمن وليس فقط برنامج الأغذية العالمي. طيب، إذن تفضلي بالبقاء معنا أستاذ ريم. أعود إلى سيادة أو معالي الوزير. معالي الوزير، المنظمات الإنسانية أطلقت نداء استغاثة بجمع أكثر من بليون دولار، بليون وثمانمائة مليون دولار بل وأكثر من ذلك من أجل تغطية احتياجات اليمنيين. أنتم في الحكومة الشرعية هل ثمة تنسيق بينكم وبين منظمة الأمم المتحدة في هذا الخصوص؟ هناك كثير، طبعا هناك تنسيق متكامل يعني مع كافة الوزارات المختلفة، وأظن اللجنة العليا للإغاثة وهي الآن بلجنة عليا فيها نائب رئيس وزراء ووزير الدار المحلية ووزراء آخرين، وفي تنسيق متكامل مع مركز الملك سلمان ومع المنظمات الدولية المختلفة. كل برامج الأمم المتحدة من حيث العملية السياسية والإدارية هي على علاقة مستمرة مع الجانب الحكومي، وبالأخير مهما كان حجم النداء للإغاثة في اليمن سيظل محدودا. نحن ندرك نقطتين رئيسيتين. ندرك أولا صعوبة العمل على العرض أمام اللجان الإغاثة وما تقوم به، وهي محل تقدير كما قلت لك لأننا على اطلاع تماما لصعوبة الوضع الذي يعاني منه المواطن والذي تعاني منه لجان الإغاثة سواء تابعة للأمم المتحدة أو للمجتمع المدني أو للحكومة. هناك صعوبات جمع أمام مجموعة منفردة، مجموعة تعمل على قتل الناس، وبالتالي ليس أمامك إلا أن تتحمل هذا الأمر وتعمل على تغييره، وهم يستحقون التقدير والتحية. أي حجم بعد ذلك للنقطة الثانية هي في مسألة حجم تقديم المعونة والمساعدات تظل في وجهة نظرنا هي مجرد إسعافية وقتية، لأن اليمن يعاني أكبر من هذا المبلغ بكثير. اليمن يحتاج إلى مبالغ طائلة في ليس في قبض إعادة الإعمار ولكن في الإنقاذ السريع والتدخل الفوري على كافة الأصعدة المختلفة. أتمنى أن يحقق هذا النداء الذي أطلق في جنيف سرعة استجابة من كافة الحكومات الشقيقة والصديقة، لأنه
بالأخير يصب في مصلحات الشعب اليمني وسيقدم إلى كل اليمنيين من المهرة إلى صعدة إلى كل المحافظات مهما كانت من هناك بعض الاختلالات علينا أن نتجاوزها أن نعمل على حلها بالتعاون المشترك وأعتقد بأنه نداء في محله ويحتاج إلى تعاون ودعم منا جميعا في هذا الأمر. أشكرك جزيلا معالي وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى الأستاذة ريم ندى. أستاذة ريم منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في اليمن جيمي ماك جولدريك أبدى مخاوف كبيرة من حقيقة الوضع الإنساني في اليمن، هل تملكون تفاصيل أكثر أستاذة ريم حول ذلك؟ نعم لم أسمع السؤال جيدا معلش. هل هناك أي تفاصيل أكثر حول حقيقة الوضع الإنساني في اليمن تملكونها أنتم في برنامج الغداء؟ نعم هو الوضع الإنساني في اليمن يعني منذ الصيف الماضي هناك 80% من اليمنيين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أيا كانت أشكال هذه المساعدات سواء مساعدات طبية أو مساعدات غذائية أو يعني مياه أشكال كثيرة من المساعدة. بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية بصورة عاجلة يبلغ عدد يعني هؤلاء الأشخاص 7.5 مليون شخص في اليمن، هذا الرقم هو أكثر بحوالي 3 ملايين مقارنة بدراسة أو مدح لحالة الأمن الغذائية التي قام هذا المدح قام به برنامج الأغذية العالمي في عام 2014 في يوليو 2014 قدر وقتها الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات غذائية عاجلة ب 4.5 مليون. طبعا نحن نتحدث عن 3 ملايين، هذه زيادة كبيرة. لم تكن اليمن في وضع جيد من ناحية الأمن الغذائي، كان هناك أشخاص كثيرون يعانون من يعني عدم قدرتهم على الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية، ولكن طبعا الظروف التي تمر بها اليمن. طيب إذا ما تحدثنا على المستوى العالمي وقارنا الوضع باليمن بالوضع العالمي، أين تقع اليمن من ناحية الاحتياجات الإنسانية؟ لا يمكن أن تقارن اليمن حتى تكون هذه المقارنة منصفة، يجب أن نقارن بلد في نفس الظروف لديها نفس عدد السكان أشياء مثل هذا القبيل. ولكن يعني هناك دراسة أيضا نتائجها كانت في شهر يوليو 2015 وهي يعني تتحدث عن أن نصف المحافظات اليمنية هي على درجة واحدة من تصنيف المجاعة، هو تصنيف من 5 نقاط. هذه المدن العشر في اليمن هي في النقطة رقم 4، فنحن نواجه على مقياس من 4 من أصل 5، هذه المدن هي 4 من هذا المقياس، يعني نعم. تكاد تصل إلى المجاعة. طيب في ذلك الأمم المتحدة أطلقت خطة إنسانية من أجل اليمن، ما مدى استجابة المجتمع الدولي لهذه الخطة وهذه الأرقام التي تتحدث عنها وهي أرقام خطيرة جدا؟ هو طبعا يعني برنامج الأغذية العالمي في النصف الأول، لا عفوا، يعني منذ بداية اندلاع الصراع في إبريل 2015 ولمدة 6 أشهر كان برنامج الأغذية العالمي يصل إلى 1 مليون شخص يعني في المتوسط كل شهر، زاد هذا العدد في نهاية العام ليكون 2 مليون، وحاليا نحن نهدف إلى الوصول إلى 3 ملايين شخص. لنصل إلى هذا العدد من الناس يجب أن يكون هناك ممرات آمنة، يجب أن يكون هناك وجود يعني وصولنا إلى الأماكن التي هي في احتياج شديد للغذاء ألا يكون بصفة مستمرة بصفة شهرية، لا نصل إلى مكان مثلا ثم يكون هذا المكان مغلق في وجه عمليات الإغاثة، فحتى نحدث فرقا في حياة هؤلاء الأشخاص يجب أن نكون موجودين بصفة مستمرة، يجب أن تكون الممرات آمنة حتى نستطيع تسيير يعني
طيب هو هذا واضح. أنا كنت بحاجة إلى يعني معرفة مدى الاستجابة للمجتمع الدولي لمدى الاحتياج في اليمن. على كل حال أرجو أن تبقي معنا أستاذة ريم. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن الأستاذ محمد الأسعدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام. أستاذ محمد، كان فك الحصار عن تعز والسماح بإدخال الإغاثة للمحاصرين أحد إجراءات بناء الثقة للمشاورات التي رعتها الأمم المتحدة. أنتم في اليونيسف هل تلمسون أن ذلك تحقق على الأرض؟ هل سهلت المهام للفرق التابعة لكم في الدخول وإغاثة الناس هناك؟ دعنا أقول أن منظمة اليونيسف تعمل في تعز من قبل هذه الأزمة، وأيضا من الساعات الأولى للحرب التي اندلعت في تعز والمواجهات المسلحة أو القصف الجوي. بالتأكيد هناك مهوقات كبيرة لإيصال المساعدات بالقدر الكافي والمناطق المختلفة في المدينة، والتي تشهد مواجهات مسلحة أو حصارا أو تضييقا من نوع أو آخر. لكن كنا مستمرين طوال الفترة الماضية، استطعنا من وقت مبكر تنصيب عشرات من خزانات المياه، مثلا لتوصيل المياه للاحياء التي تشهد مواجهات مسلحه، بحيث يتمكن الاهالي من نقل المياه من هذه الخزانات ونقاط التوزيع الى منازلهم. ايضا استطعنا بدعم مؤسسه المياه بالوقود بحيث تضخ المياه للاماكن التي لم تشهد مواجهات مسلحه كالمناطق الشرقيه والمناطق الشماليه الشرقيه في المدينه. ايضا استطعنا بتحصين الاطفال وتقديم باكثر من حمله في مدينه تعز. تاخرت قليلا، تباطأ الناس، ولكن بالاخير تم تنفيذ مثل هذه الحملات وتقديمها. استطعنا معالجات الاف الحالات من سوء التغذيه في داخل مدينه تعز وفي المناطق المحيطه بها. الوضع في تعز المدينه بالتاكيد صعب، وما زال صعب وسيستمر صعب لقادم الايام مهما كانت الاستجابه، خصوصا ان الاحتياج الموجود على الارض اكبر بكثير من قدره المنظمات ومنظمه واحده او المنظمات المتواجده على الاستجابه في الوقت الحالي. احنا محتاجين لسلام دائم، محتاجين الى ايقاف هذه الحرب بحيث يتمكن كل المواطنين اليمنيين من الحصول على المساعدات وايضا ايجاد فرص. وفي الحقيقه استاذ محمد، يعني اذا حاله وجود سلام دائم لن يكون هناك احتياج ربما لدى الكثير من المواطنين التي فاقمت الحرب التي بدأت في البلد من معاناتهم. اسمح لي أن أعود إلى الأستاذة ريم ندى بسؤال أخير لها. أستاذة ريم، يعني هناك الآن حديث عن وجود ما يشبه الحصار على اليمن، أنتم هل يعني تواجهون أي صعوبات في إيصال المواد الإغاثية إلى الموانئ اليمنية؟ أستاذة ريم؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ ريم. أعود إلى الأستاذ محمد الأسعدي. أستاذ محمد، هناك حاجة ربما يرى كثيرون أن هناك حاجة لتسمية الأطراف المتسببة بعدم وصول وعدم فتح الممرات الإنسانية الكافية، ولتضغط على هذه الأطراف حتى يعني يتسهل وصول هذه المعونات. هل تتفق مع هذا الطرح؟ بالتأكيد هناك جهات معنية برصد وتسوية برصد أطراف النزاع والتواصل معها والتفاوض معها، وتقوم برفع الإحداثيات والتفاصيل وأيضا البيانات المتعلقة بوضع الحصار ومناطق الحصار ومدة الحصار وحجمه ومن يتسبب والأطراف. تقوم بها أطراف معينة في الأمم المتحدة وتسلمها لمجلس الأمن والجهات وأروقة مختلفة. مهمتنا في اليونيسف ومهمة الزملاء العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية من منظمات محلية ودولية هي تقديم الاستجابة، تقييم الاحتياج وتقديم الاستجابة الإنسانية دون الخوض في مسائل ذات الطابع السياسي والبعد السياسي. وكيف هي هذه وكيف تقيمون إذا هذه الاستجابة في اليمن الآن؟ دعنا أقول أن الوضع الإنساني صعب للغاية قبل هذه الحرب. أنت كنت قلت أنه حتى لو تحقق السلام لن نحتاج المواطنين للمساعدات. للاسف كان هناك ما يزيد عن 15 ليس بهذا الشكل كنت اقصد يعني قبل هذه الحرب بحاجه الى مساعدات انسانيه من نوع او اخر، قد تكون تتمثل بالصحه، تتمثل بالمياه، تتمثل بالتعليم، تتمثل بالتغذيه، تتمثل بفرص العمل الى اخره الى اخره. لكن الان مع الحرب تفاقم الوضع، هناك ما يزيد عن 82% من السكان بحاجه الى مساعدات انسانيه، سيستمر هذا الحال، لم يصبح الناس غدا على وضع افضل. نحن بحاجه الى تكامل كبير جدا. الاستجابه الانسانيه التي تحققت، تقول منظمات الامم المتحده والمنسق للشؤون الانسانيه ان المنظمات مجتمعه استطاعت ان تخدم ما يقرب من 10 مليون مواطن.
ونحن نتحدث عن 20 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بمعنى أننا قدمنا خلال عام 2015 فقط لنصف المحتاجين. نحن بحاجة إلى أن يكون الجهد مضاعف، وهذا إذا لم يكن هذا الوصول دائم أستاذ محمد بحسب علمك؟ يعتمد كل منظمة بحسب برامجها المختلفة. على سبيل المثال منظمة يونيسف التي يتحدث باسمها تعني بمسألة إيصال المياه وإصحاح البيئة، تعني بدعم صندوق النظافة، تعني بدعم مؤسسات المياه في المحافظات المختلفة بما فيها صعدة وتعز وعدن وصنعاء. المياه الذي يصل للبيوت الآن هو بدعم من منظمة اليونيسف بتوفير الوقود لمؤسسات المياه، أيضا بتوفير اللقاحات والتطعيم ودعم مخازن اللقاحات التبريد، مخازن تبريد اللقاحات في صنعاء وفي المحافظات المختلفة، سواء عن طريق توفير طاقة شمسية أو طاقة بديلة. أيضا توفير وتدريب وتأهيل القوادر التي تقوم بعملية التلقيح والوصول إلى المضررين، تسيير قوافل طبية وأيضا عيادات متنقلة إلى القرى والمناطق التي لا يمكن للسكان الانتقال من مناطقهم إلى المدن أو المناطق القريبة منهم للعلاج بسبب الوضع الأمني، بسبب أيضا ارتفاع أسعار أجور المواصلات نظرا لشحة الوقود. أيضا هناك دعم للتعليم، بس كما قلت لا يمكن لمنظمة واحدة أو لمجموعة منظمات أن تقوم بالاستجابة، خصوصا أن الاحتياج يتزايد يوميا والاحتياج كبير ومهول للغاية وعلى مختلف الأسواق. طيب ما هي التوصيات التي يمكن تقديمها في هذا السياق؟ دعني أقول أن أبرز ما يمكن الإشادة به الآن من قبل مثلا منظمة اليوسف أن قطاعي التربية والتعليم على سبيل المثال وقطاع الصحة ظلا محجبين عن الصراع السياسي والصراع العسكري، فوزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات تعمل بشكل وتقدم خدمات لكل المواطنين بدون استثناء، وهذا شيء ممتاز وينبغي أن يستمر وندعم بشدة أن يستمر بحيث يتم إيصال الخدمات ويبقى السياج الحامي الأول للأطفال وأسرهم سواء صحيا وتعليميا أن يبقى متماسك متمثلا بمنظومة الصحة ومنظومة التعليم. أيضا لابد من المانحين أن بشكل عام سواء بدول الخليج في منطقة الجوار أو المانحين في العالم أن يلتفت لليمن، خصوصا أن الوضع في اليمن أسوأ من الوضع في سوريا وأسوأ من الوضع في العراق وأسوأ من الوضع في ليبيا، وهذه المناطق الساخنة في منطقة الشرق الأوسط أسوأ بكثير، لأن اليمن كانت قبل هذه الحرب أفقر الدول العربية وأقلها تنمية. طيب بما أنك تحدثت عن جانب التعليم بشكل خاص وأنه هناك نجاح في عزل هذا القطاع عن الأزمة السياسية إن صح التعبير في اليمن، هل رصدتم أي إشكالات فيما تتعلق بتسيير التعليم لما يناسب أحد مطرفة أو أحد أطراف الصراع، لمصلحة أحد أطراف الصراع بداخل اليمن؟ لا أستطيع أن أتحدث عن حالات رصدناها، نحن نقول أن نتحدث عن نظام متكامل نتعامل مع المحافظات، كل محافظة بمحافظته سواء كانت تتبع وزارة التعليم والتعليم بشكل مباشر أو تتبع إدارة المحافظة، لكن ما يزال منهج التعليم نفسه، ما يزال السنة التعليمية كما هي، ما يزال النظام التعليمي القائم كما هو، ما زالت أجور المعلمين تصدر من نافذة واحدة، وهذا شيء جيد يجب أن ندعمه. الاختلالات بالتأكيد طبيعي أن يكون هناك اختلالات بسبب الحرب، بسبب الصراعات السياسية وبسبب ما يجري في البلد من إشكالات مختلفة، سواء كانت ذات طابع مناطقي أو طابع سياسي أو طابع عسكري. طيب بسؤال أخير أستاذ محمد، ما هي الطبيعة الأمثل لأن تعمل بها المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونيسف في داخل اليمن؟ يعني كيف هي الطريقة الأنسب أو الأسهل لكم للعمل؟ هذا سؤال صعب يحتاج هذا إلى يوم كامل لكن يعني بنقاط مختصرة إذا سمحت. نعم، مثلا هناك مناطق صعبة الوصول لا نستطيع أن نتحرك إليها لأنفسنا كمنظمة يونيسف كموظفين، مثل مدينة تعز على سبيل المثال أو مدينة صعدة في مناطق معينة يصعب الوصول إليها مباشرة من الإشراف على تنفيذ المشاريع. تعمل يونيسف مباشرة مع السلطات المحلية في كل منطقة بشكل مباشر وتعاقد مباشر، تعمل مع منظمات المجتمع المدني وتقوم بتنفيذ مشاريعنا وبرامجنا بناء على خطة موقعة مع الجهات الحكومية. عادة ما تكون الخطة الاستجابة موقعة إما سنويا أو موقعة فصليا يراجعها منظومة مجموعة العمل الإنساني بشكل عام. ثم يقوم زملائنا في المكاتب بمتابعة سواء لدينا مكاتب في خمسة مكاتب في صعدة ويغطي الجوف، وفي الحديدة ويغطي محافظة الحديدة وحجة والمحويه وريمة،
وفي تعز وإد مكتب، وفي عدن يغطي عدن ولحش وأبين وشبوة، وفي صنعاء مكتب فرعي ويغطي صنعاء وذمار والبيضاء ومأرب، بمعنى أن نغطي معظم محافظات الجمهورية باستثناء ربما المهرة وحضرموت وسقطرة بحسب الحاجة نغطيها من عدن. فزملائنا في المكاتب الفرعية مع زملائهم في المرتبين يقومون بالإشراف على تنفيذ ومتابعة المشاريع. ونظرا لحساسية الوضع في الوقت الراهن، قامت منظمة اليونيسف على سبيل الخصوص المنظمة الوحيدة حتى الآن بالتعاقد مع جهة استشارية كطرف ثالث لمتابعة تنفيذ البرامج ووصال والتحقق من إيصال المساعدات للمستفيدين بالمكان. هي جهة استشارية يمنية أم دولية؟ نعم، جهة استشارية يمنية بخبرات حديثة ومتطورة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن الأستاذ محمد الأسعدي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. كما هو الشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحياتي أنا وجي السمان في التقديم، والزميل محمد القاسم في الإعداد، وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.